شايف مين الاحق بارتداء شاره المنتخب؟ صلاح. رقم واحد محمد عواد. صلاح. احمد فتحي. احمد فتحي. ما صلاح حاجه ما فيش اتنين يختلفوا عنها، بس محتاج رعايه خاصه، معامله خاصه. احمد فتحي اصلا المفروض ان هو يروح المنتخب، 35 سنه ومستواه ما يأهلوه ان هو يروح المنتخب اصلا، عشان هو الخبره واحسن واحد بيلعب كوره. اقدم واحد في المنتخب، وفي المنتخب عدى عليه مدربين كتير وفي الاهلي واحترف. واقدم لعيب وبصراحه يستاهل، لعيب كويس، لعيب محترم، هو افضل الموجودين حاليا. والله هو راجل اولا يعني ادى كتير قوي للمنتخب، تمام، حتى برضو ادى للنادي الاهلي، يعني هو مش بيدي مثلا في النادي بتاعه بس، لا ده كمان بيدي في المنتخب، ما بيستخسرش، ما بيخافش على اصابه، عارف انت اللي هو ايه، في روح في الملعب. راجل عمل شغل جامد قوي وليه سمعه جامده قوي، عمل سمعه المصري عموما. يعني انا حاسس ان الناس بتعمل بروباجندا على الموضوع، احس ان صلاح هيكون اكبر من الموقف ده بكتير، حاسس ان هو هيتنازل ليها لاحمد حسن، طبعا احمد فتحي طبعا، لان هو يستحقها صراحه.